في هذا العرض سنقوم برسم المتباينة، فإذا أعطيتني أي قيمة لـ x فستكون y أقل من 3x زائد 5. وطريقة التفكير في هذا تتمثل في التفكير في الخط y تساوي 3x زائد 5، لكن حتى يصبح أقل من هذا بدلا من رسم الخط سنرسمه صورة خط منقط، ومن ثم نقوم بتضليل جميع قيم y التي أقل من هذا. دعوني أريكم، إذا كانت هذه مجرد 3x زائد 5 وأردنا أن نرسم مساواة، إذن سنرسم هذا التمثيل بهذا اللون الأخضر الغامق. حسنا، تقاطع y هو موجب 5، إذن نذهب 1 2 3 4 5 وسنقول أن الميل هو 3، ما يعني أنه إذا انتقلت إلى 1 في اتجاه x فسأنتقل للأعلى إلى 3، وإذا صرت رجوعا في اتجاه x فسوف أنتقل للأسفل إلى 3، وإذا عدت إلى 2 فسوف أنتقل للأسفل إلى 6، هكذا 2 4 6. الآن إذا كان هذا تمثيل الخط y تساوي 3x زائد 5، وسوف أقوم بوصل جميع هذه النقاط، لكن لأنها ليست أقل من أو تساوي فسوف أقوم بعمل خط منقط هنا حتى أريكم أن الخط لن يتم تضمينه. إذن دعوني أرسم خط منقط هنا، وهو في الواقع سهل أو أسهل من رسم خط عادي. إذن هنا هو الخط المنقط، لن نقوم بتضمين هذا الخط، سوف نقوم بتضمين جميع قيم y التي أقل من 3x زائد 5. إذا دعونا نفكر بهذا بسرعة. إذا أعطيتني بعض القيم العشوائية لـ x، إذا كانت x تساوي 0 بالتالي كم تكون قيمة 3x زائد 5؟ 3 ضرب 0 زائد 5 تساوي 5، إذا ستكون y أقل من ذلك، أي أن y تكون عبارة عن جميع هذه القيم الموجودة في الأسفل هنا. وإذا أردت فعل ذلك بواسطة خط الأعداد فسوف نضع دائرة هنا، سوف لن نشمل الخمسة. إذا كان x تساوي 1 كم ستكون قيمة 3x زائد 5؟ 3 ضرب 1 زائد 5 تساوي 8، إذن ويجب أن تكون أقل من 8 وتقع هنا. وبشكل عام لكل قيم x ستكون قيمة y التي هي أقل من 3x زائد 5 عبارة عن جميع القيم أسفل الخط المنقط. جميع هذه القيم أسفل الخط المنقط تعبر عن تمثيل المعادلة y أقل من 3x زائد 5، أما إذا كانت أقل من أو تساوي فسيكون ذلك الخط مستقيماً، لكنه ليس كذلك، إذن هو عبارة عن جميع هذه المساحة الموجودة في الأسفل.